فضلت العمل بالشاشة أكثر من المسرح، شو تحب من التلفزيون؟ رسلان أنا أساسا أو يعني التأسيسي مسرح، يعني أنا خريج معهد دبلوم عالي ومفارقة إخراج مسرحي. أنا أحكيها بصراحة يعني، ولا أحب الظهور ولا أحب الشهرة. مرات تريد تعيش وما عندك وظيفة أخرى، فالمسرح ما يوكل خبز. المسرح ثقافة، مسرح نخبوي منجز حقيقي يدخل بسيب لكن الفنان، لكن من جانب مادي التلفزيون مادي. وجانب نجومي أيضا حسي مهي تكون أنت بال اسمك موجود. صح، هي شون باي ذا واي تصير الأشياء ماديا. قلت لك أنت وراك إيجار، وراك تعرف التهم من الحالة الفنية، وبالتالي الشهرة والنجومية وهاي الأشياء يعني كما تسمى أنا مو كل شيء أحبها. احنا ترى نعرف انت ما تحبها، اي يعني مو كل شيء. لا القصد القصد، لكن اكو قضية، بس هي تجي مو بكيفها، بس هي مو هي تجي واكو قضية. انت مثل ما قلت عندي ايجار وعندي هيك، انت كل ما تصعد نجوميتك كل ما جمهورك يزيد. بالفعل احنا ليش دائما مرات نقول مثلا الجمهور هذا له فضل علينا؟ اكيد احنا كل ما يزيد جمهورك كل ما ياخذون وياك صور اكثر، كل ما الناس انت يزيد اجرك، فهم لهم فضل. لو ما هذا الجمهور، لو ما هذا الجمهور احنا ماكو. صح، نكون واقعيين.